معلومات حضرتك. طبعا بيتسو موسيماني لعب 26 مباراة مع أهلي جد هذا الموسم، فاز في 17 مباراة، تعادل في 6 وخسر 3 مواجهات. المفارقة أنه خسر الثلاث مواجهات أمام الفرق المتنافسة، أمام الأخدود في جد 4-1، ثم أمام الرياض 2-0، ثم أمام العربي مؤخرا 2-1. ضيع 9 مباريات في دوري يولو، جعل إدارة نادي الأهلي برئاسة وليد معاذ تفكر في إقصاء موسيماني من رأس الإدارة الفنية في النادي. المدرب بعد مباراة هجر مباراة الصعود هناك في الإحساء تحدث مع إدارة النادي على ملف التجديد، إدارة النادي لم ترد على المدرب، وبالتالي خرج المدرب بتويتر على مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وبالتالي معلوماتي أن بيتسو موسيماني خارج أسوار النادي الأهلي خلال الموسم القادم. الأهلي يفكر جديا في التعاقد مع مدرب العين الإماراتي سيرجي ريبروف، كان قاد الأهلي في 2018 للمركز الثاني وصافة الدوري وخسارة نهائي الدوري أمام الهلال. دي معلومة جديدة دي سيرجي، ما كناش عارفين أن الأهلي مين المرشح ليه أو مين اللي هيدربه. طبعا في ثلاث مدربين في خارطة النادي الأهلي، أولهم سيرجي ريبروف مدرب العين الإماراتي، ماركو سيلفا مدرب نادي فولهام الإنجليزي أيضا من المدربين اللي بيفكر فيهم النادي الأهلي السعودي. وإن كان سيرجي ريبروف له حظوظ أقوى جدا، خاصة لو ظلت هذه الإدارة إدارة النادي الأهلي الحالية، لأنها إدارة مكلفة، هناك انتخابات في النادي في شهر يونيو المقبل، ربما تأتي إدارة جديدة تفكر في خيار تدريبي آخر. لكن حتى الآن سيرجي ريبروف مدرب نادي العين الإماراتي وبطل الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، هذا الموسم فاز فريق نادي شباب الأهلي دبي، هو الأقرب للتواجد. موسيماني قدم أداء جيد على مستوى النتائج، لكنه عمل سلبيتين. أولا على مستوى الأداء، أهلي جدة 5 مباريات من 6 مباريات الأخيرة يفوز بعد الدقيقة 90، موسيماني يملك الجنرال حظ دائما معه. وكذلك لم يلعب موسيماني بالمهاجم هداف الدوري الصيني في الموسم الماضي أميرال، اللي استقطبه النادي الأهلي السعودي مبلغ كبير جدا في الشتاء الماضي، لم يلعب سوى يعني دقائق معدودات مع موسيماني، 12 مباراة لأميرال سجل هدف وحيد. على الجانب الآخر الموسم الماضي سجل 27 هدف في 28 مباراة في الدوري الصيني، وهو لاعب من اللاعبين المميزين جدا اللاعب البرازيلي، وكان حتى مرشح للتواجد مع النادي الأهلي المصري في فترة من الفترات. وبالتالي الدفع بحسن العلي اللاعب الشاب من أكاديمية النادي الأهلي على حساب أميرال أيضا جعل الظروف النفسية مع جماهير النادي الأهلي أصبحت صعبة وصعبة جدا.